مساء النصر والعزة والكرامة، مساء الخير على الشعب المصري كله اللي يا رب دايما سعيد وبيحتفل ب6 أكتوبر زي دلوقتي 73، اللحظة التاريخية في حياة الشعب المصري. انطلقت شرارة حرب أكتوبر المجيدة اللي عدى فيها جيشنا خط بارليف وحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. لحد دلوقتي احنا عايشين في ظل نصر أكتوبر، كل سنة والشعب المصري وجيشنا العظيم بألف خير. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة طبعا برحب بزميلتي أمنية أشرف. أهلا بيكي يا أمنية. اهلا بيكي يا ندى، برحب بيكي. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، ومشاهدي برنامجنا نحو الهدف. بنستكمل حلقات برنامجكم المتميز دايما نحو الهدف والموسم الثالث ليه. النهاردة حلقة خاصة جدا ومهمة، هنتكلم فيها للمرة التانية عن مجلس النواب لـ2020. قبل ما نبدأ طبعا أحب أهني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم والشعب المصري بمناسبة 6 أكتوبر، نصر أكتوبر العظيم. كل سنة وإحنا دايما طيبين، كل سنة وإحنا مصرنا الجميلة عزيزة وجميلة وعظيمة وآمنة وسالمة. كل سنة وجيشنا دايما عظيم، كل سنة وإحنا طيبين مرة تانية. خلوني أرحب بضيفي الأستاذ حاكم السعدي وشهرته حاكم الحنتيري، مرشح مجلس النواب لعام 2020 عن دايرة أويسنا وبركة السبع. برحب بحضرتك أستاذ أهلا حاكم. وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ حاكم، إحنا قبل ما نبدأ ملفاتنا المهمة وقبل ما نبدأ أسئلتنا المهمة، خليني فريق الأعداد عامل لحضرتك مفاجأة. نروح نشوف التقرير ونرجع مع حضرتكم مرة تانية. في كلمة الأستاذ حاكم السعدي وشهرته حاكم الحنتيري. ولد عام 1961 بقرية إبناس بمركز قويسنا محافظة المنوفية. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وتم تعيينه بالنيابة العامة عام 1986. تدرج في عمله حتى أصبح مديراً عاماً ورئيس القلم الجنائي عام 2010 حتى الآن. مارس العمل السياسي منذ فترة كبيرة، وتم انتخابه عضو مجلس محلي عن القرى بداية من عام 2000 حتى عام 2006. ترشح لانتخابات النقابة العامة لعدل المنوفية على مستوى المحاكم والنيابات بالمنوفية واجتازها عام 2006، وأصبح نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لعدل المنوفية من 2006 وحتى الآن. تم تعيينه رئيساً لمركز شباب ابن هاس عام 2004 حتى عام 2009. مشاهدينا مرة تانية، أستاذ حاكم عنده كلمة عايز يقولها، اتفضل. بمناسبة احتفال مصر بنصر أكتوبر، بقدم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري كله ولخير أجناد الأرض، ضباط وجنود وصف ضباط وعساكر. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير وبعزة إن شاء الله، وفي انتصار دائم بإذن الله. وزي ما الرسول قال، خير أجناد الأرض هم جند مصر بإذن الله ان شاء الله. استاذ حاكم، حابب تضيف اي حاجه للسيره الذاتيه بتاعت حضرتك؟ هي السيره الذاتيه جميله، يعني هي جابت كل اللي عندي، بس كنت عايز اضيف برضو معلومه بسيطه، ان احنا تعتبر مثلا عندي كان خالي عضو مجلس امه في الستينات، وابن خالي كان عضو مجلس الشعب، وقريتنا قريه برلمانيه، تحب دايما يكون لنا مكان في البرلمان. كان عندنا قبل كده الحاج سعد احمد ابراهيم شيخ عرب كبير في ابناس، والحمد لله احفاده بيأيديني دلوقتي واقفين معايا على اساس ان شايفين ان انا مثلا احق بهذا المكان. فبقول ان بناس قريه ولاده، فيها ناس كتير جدا من العظماء، فيها دكاتره واطباء وكل التخصصات، وبقول ان بناس ان شاء الله هتنال شرف التمثيل المره دي في مجلس النواب.
ان شاء الله. طيب احنا زي ما كلنا عارفين ان قرار الترشح بيبقى قرار صعب جدا، ما بيكونش سهل. أكيد. فقرار ترشح حضرتك للبرلمان جه بناء على ايه ومين شجعك؟ والله قرار ترشحي للبرلمان هو جه بناء على طلب الشباب وطلب اهل القريه عندي في البلد. ناس يعني كان فيها البرلمان كرسي البرلمان لحد 2005، ومن بعد 2005 اتحرمت بناس من كرسي البرلمان. هنا دوله قريه كبيره وفيها الكثافه السكانيه كبيره والكثافه التصويتيه برضو كبيره، فدايما كنا بننال شرف ان احنا نمثل الدايره في البرلمان. فالشباب طلب مني ان انا اترشح السنه دي. بصراحه انا قعدت خدت فتره على اساس ان انا برضو اشاور نفسي فيها، لقيت ان انا برضو استجبت لطلب الشباب واستجبت لطلبهم، وان شاء الله نويه الترشح. واللي شجعني على كده زوجتي واولادي واهلي واخواتي وقرايبي، شجعوني حتى قالوا لي كلمه جميله جدا عجبتني، قالوا لي انت في البرلمان حاكم الحنتيري، بره البرلمان حاكم الحنتيري، فخدها وخلاص مفيش مشكله. يعني انت ما كنتش اصلا في دماغك انك هتترشح ولا اي حاجه؟ لا ما كانش في دماغي بصراحه، يعني هم الشباب واهل البلد اللي طلبوا مني ان اخش الموضوع ده بصراحه. فالحمد لله يعني نويت وتقدمت طلب الترشيح، وان شاء الله مستمر للنهايه ان شاء الله. ربنا يوفقك استاذ حاكم. الله يخليك. طب هل في نقاط مهمه حضرتك حددتها كاولويات مهمه في برنامجك الانتخابي؟ والله في نقط مهمه جدا انا حاططها في دماغي ان شاء الله نشتغل عليها ونعمل فيها ان شاء الله، اللي هي مثلا منظومه الصحه، منظومه التعليم، ملف المراه المعيله، المراه المطلقه والارمله. بحاول دايما ان احنا نكون قريبين من المستوى الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه، ان احنا نكون مع المرأة المعيلة بالذات على اساس تقدر تواجه المجتمع وتواجه الحياة في الفترة الحالية. بالظبط. طيب بالنسبة للتعليم، الدولة حاليا بتواجه تطور كبير جدا في منظومة التعليم، ازاي نقدر نساعد؟ والله منظومة التعليم عايزة برضو دراسة كبيرة جدا جدا، لان منظومة التعليم طبعا احنا مش ضد التطور ولا ضد التكنولوجيا، بس طبعا لازم على الاقل القائمين على العمليه التعليميه ياخدوا دورات تدريبيه لمساعده الطلبه على فهم التطور وفهم التعامل مع التكنولوجيا الحديثه. وتغذيه المدارس برضو والاجهزه التعليميه، تغذيتهم بالاجهزه اللازمه للعمل على هذه المنظومه والعمل عليها بكفاءه، علشان على الاقل نقدر نطلع جيل جديد يشتغل على الكمبيوتر وعلى النت والحاجات دي كلها، يكون فاهم وواعي. طيب تمام. ملف الشباب حضرتك شغال عليه بقال حضرتك فتره، ايه الخطه اللي حضرتك وضعتها بالنسبه للشباب؟ هم المرحله اللي جايه كلها هم مستقبل الوطن الشباب. تمام. وهم الشباب اللي شجعني لان اخش الانتخابات برضو. تمام. فالشباب طبعا له مطالب كتيره جدا جدا، من اهمها الشباب اللي هو خريج الجامعات وخريج الدبلومات ما بيلاقوش وظايف حاليا. طبعا منظومه الدوله ماشيه على اساس طبعا احنا بنقلص شويه العمل، فانا بقول ان احنا على الاقل مش لازم اطلع اخد ليسانس او بكالوريوس واشتغل في وظيفه حكوميه. ممكن في المشروعات اللي هي الصغيره اللي هي بتاخد مثلا قروض من الدوله او قروض من البنوك اللي او الشركات اللي هي المقرضه بفوائد بسيطه، بحيث ان كل شاب او كل فتاه تعمل مشروع منتج لها ويساعدها على المعيشه. فالشباب هم عماد المستقبل، وان شاء الله انا في دماغي فكره معينه. طبعا بالنسبه لمراكز الشباب لازم نشوف ايه اللي ناقص فيها ونحاول نكمله، اجهزه، نعمل دورات كره تدريبيه، نعمل دورات مثلا في الانشطه الثقافيه، نعمل دورات كتيره بحيث نجمع الشباب في المراكز الشباب، بحيث ان هو يكون بعيد عن اي خطوره ويتجنب العمل السيء. طبعا فاهمين بمعنى العمل السيء طبعا، المخدرات والحاجات دي كلها. لما الشاب يلجا للرياضه ويبدا يشتغل في الرياضه كويس، هيكون كل حياته مركزه في الرياضه. بحيث ان شاء الله احنا نطلع جيل جديد يكون هو اساس الدوله واساس البلد. دي خطه هايله لحضرتك ان شاء الله. جميله جدا حضرتك، كفايه ان حضرتك هتساعدهم وهتقف جنبهم برضو ان شاء الله. هنقف جنبهم باذن الله. انا طبعا سواء في البرلمان او بره البرلمان انا مع الشباب ودايما متواجد مع الشباب وبشوف مطالبهم ايه. انا مسكت مركز شباب ابن نهسة عندنا بقرار بتعييني بقرار من المحافظ من فتره من 2004 ل 2009. طبعا كمركز الشباب كان ناقصه حاجات كتير، اللي قدرت عليه اعمله، بنعمل حاجات بجهود ذاتيه وبنقدر عليه نجيبه مثلا من وزاره الشباب والرياضه. بس انا كنت في الفتره دي قريب من الشباب وما زلت قريب منهم برضو. فالشباب له مطالب كتيره جدا جدا،
فاحنا ان شاء الله هنكون بجنب الشباب، مش هنسيبهم خالص، لان هم عماد عماد ومستقبل البلد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله يعني احنا بنوعد الشباب بافضليه في المستقبل. طبعا هم مستقبل البلد، ولازم نقف جنبهم بكل الطرق ونساعدهم في اي حاجه يطلبوها طالما مشروعه وقانونيه ان شاء الله. طيب حضرتك واحنا معاك قبل الحلقه كلمتنا عن موضوع مهم جدا جدا، وهي المراه المعيله، ويعني رؤيه حضرتك ايه في الموضوع ده؟ والله بالنسبه للمراه انا كنت في دماغي موضوع معين، ويبقى ده حصري للقناه برضو ان شاء الله، ان المراه طبعا الدوله بتقدم لهم معاشات حاليا، المراه المطلقه والارمله والمعيله طبعا هيقدموا، الدوله بتقدم معاشات لهم، بس طبعا الدوله عليها عبء كبير جدا جدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل معاش، طبعا المعاش ده يعني هو كويس مش وحش، بس ما يساعدش برضه، ما يكفيش الحياه. فاحنا بنقول ان احنا عندنا جمعيات تنميه المجتمع المحلي، الجمعيات الخيريه ممكن تساعدنا ان هي تقدم معاش استثنائي للمراه يساعدها برضه على المعيشه، وده برضه حتى لو المعاش مش مكفي او الجمعيه الخيريه او الجمعيات تنميه المجتمع ما فيهاش السيوله الكافيه، ممكن نعمل جهود ذاتيه ونتبرع للجمعيات الخيريه وجمعيات تنميه المجتمع المحلي في صندوق خاص بالمراه يساعدها على. ودي كانت المفاجاه أحياء. اللي حضرتك هتعلن عنها كانت المفاجاه، وهي مبادره بخصوص المراه المعيله ان شاء الله باذن الله. نعمل برضه صندوق خاص يقوم على اشراف عليه المراه المعيله، ان شاء الله تمام، يشرف على الصندوق ده اعضاء الجمعيات الخيريه واعضاء جمعيات تنميه المجتمع المحلي. بجهود الذاتيه ممكن نساعد ان احنا نجيب موارد كويسه للجمعيات ديت ترجع تاني تديها كمعاش استثنائي للمراه مع المعاش اللي الدوله مديها لها، يساعدها ان شاء الله على مجابهه اعباء المعيشه. وهنعرف ازاي ان المراه تستحق ولا لا؟ والله هي بتعمل بحث، عن طريق بحث بيقوم بيه اعضاء الجمعيه، بيتوجهوا للمنزل او للست الحاله خاصه بيها ويشوفوا الحاله بتاعتها ازاي، اذا كانت تستحق او ما تستحقش، وبينعمل بحث بيها ويترفع للجمعيه، والجمعيه بتوافق على انها تعطيها معاش استثنائي فوق المعاش بتاع الحكومه. يعني هيتراح يسال عن المراه دي، هنروح نسال عنها ولا هيبقى ايوه بحث؟ هتقوم لجنه مشكله مثلا من الجمعيه او جمعيه تنميه المجتمع المحلي، لجنه بتوصل للبيت وتشوف الحاله الاجتماعيه بتاعتها تستحق ولا ما تستحقش. أيوة. ان كانت تستحق بنديها المعاش، او بنديها المعاش الاستثنائي، هو ما يعتبرش معاش، هي تعتبر مش زي مساعده برضه، هو من حقها وحقها علينا ان احنا نقف جنبها، بس بنديها مساعده مع المعاش الاستثنائي ده بتاع الدوله تقدر تعيش بيها واولادها. تمام. يعني عرفنا برضو اكتر عن المبادره، اهم بنودها اكيد في خطط مستقبليه حضرتك حاططها للمبادره دي. المبادره ديت هتبقى عباره عن انا مش هعمل لوحدي، مش هشتغل لوحدي، هيبقى معايا فريق عمل، وفريق العمل ده هيكون من الشباب. تمام. في كل قريه، مش في قريتي بس، بركه السبع ووسنا، اي قريه تابعه لينا ان شاء الله هيقوم فريق عمل من الشباب يتوجه او يعمل بحث في القريه، يشوف الحالات اللي تستحق ويبدا يتعامل معاها، يعمل دراسه ويعرضها على اعضاء الجمعيه يشوفوا اذا كانت تستحق ولا ما تستحقش. فدي المبادره ان شاء الله انا ناوي باذن الله، حتى ان كنت في البرلمان او بره البرلمان، هبدا فيها ان شاء الله في من بدايه 2021. طيب تمام. ملف الصحه في غايه الاهميه، خصوصا تمام. مستشفى بركه السبع وقوسنا بينقصهم الكثير جدا من الخدمات والأجهزة الطبية، رغم استقبالهم لحالات كتير من الطوارئ، ده عشان طبعا هم موقعهم على مصر الزراعي، مصر اسكندرية الزراعي. تمام يا فندم. ايه تعليق حضرتك على الموضوع ده؟ والله هم المستشفى قوسنا وبركة السبع او بركة السبع وقوسنا مستشفى حيوية جدا على الطريق الزراعي السريع بين القاهرة واسكندرية، يعني في معظم الاحوال بيحصل حوادث على الطريق، ما بنلاقيش الامكانيات اللي في المستشفى اللي تسعف الحاله، بيضطر يحولها لمستشفى الجامعه في شبين او مستشفى التعليم في شبين، ده نتيجه عدم وجود الامكانيات في المستشفى وعدم وجود الفريق الطبي اللي بيعمل في المستشفى. تمام. رغم ان عندنا اطباء كتير، ما فيش رقابه من الاطباء، طبيعي طبيعي، ويعتبر برضه في قصور في الرقابه شويه. فاحنا بنطالب او هنطالب وبنمشي في المجال ده ان شاء الله باذن الله مع وزاره الصحه، ان هي تمدنا بالاطباء اللي يساعدونا على ان احنا نقدر المستشفى تقف على رجليها صح، تستقبل حالات الطوارئ، تستقبل الحالات الحرجه، مش كل حاله بتحصل حادثه على الطريق احولها على مستشفى شبين بينها وبين قوسنا وبركه السبع اكتر من 12 كيلو. الفتره الزمنيه دي طبعا ممكن تحصل فيها مضاعفات جدا للمريض لو في حادثه كبيره لا قدر الله. احيانا في بعض القرى كمان
عندنا مثلا بعض القرى فيها مستشفيات اللي هي المستشفيات اللي هي الحكوميه مبنيه على احدث طراز، بس للاسف ما فيهاش الاجهزه الطبيه الكامله، ما فيهاش فريق الطبي الموجود. يعني المستشفى بتقفل الساعه 2، تخيلي مستشفى بتقفل الساعه 2 فيها الاداريين بس. ايوه ما فيش كمان اي رقابه خالص على الاطباء فعلا. بس لازم يتوفر في المستشفيات اللي في الارياف ديت على طب الاقل ازاي بقى طبيب يعني مقيم وطاقم تمريض معاه يساعده. طب ايه خطه حضرتك؟ الخطه ان احنا على الاقل الدوله تمد المستشفيات ديت بالاطباء المقيمين، يبقى في طبيب نواتش موجود دايما في المستشفى مع فريق تمريض موجود معاه مع عربيه اسعاف مجهزه. يعني انا عندي في قريتي بناس مثلا، مستشفى بناس دي بتقع بين اويسنا وبركه السبع، مسافه في النص تقريبا بينها وبين اويسنا حوالي 2 كيلو وبينها وبين بركه السبع حوالي 6 كيلو او 7 كيلو. فلو عندي عربيه اسعاف في المنطقه ديت، عربيه الاسعاف دي ممكن تخدم الطريق السريع برضو تعتبر يعني ملحق لمستشفى اويسنا او ملحق لمستشفى بركه السبع. لو عندي حاله طارئه، عندي عدد كبير لا قدر الله من حوادث، عندي عدد كبير من الحالات المصابه، حالات كتير جدا في ممكن استخدم ممكن استعمل أيوة. المستشفى ديت في ان هي تكون ملحق لاي مستشفيتين الاثنين بتاع بركه السبع او اسنا. طبعا حضرتك بتناشد بان يبقى 24 ساعه موجوده. المفروض المستشفى حضرتك المستشفى دي مفروض خدمه 24 ساعه. احنا محتاجين نزود عربيات الاسعاف. المفروض تبقى في عربيه اسعاف، في على الاقل طبيب مقيم او طبيب نبطشي موجود في المستشفى، في طاقم تمريض موجود معاه، الاجهزه الطبيه تصرف من وزاره الصحه بحيث ان المستشفى تكون مجهزه لاستقبال اي حاله مرضيه سواء مرض او حوادث. المستشفى تكون مجهزه، طبعا المستشفى طبيعي يعني لازم تشتغل 24 ساعه. في اطباء كتيره جدا بس ما بيكونوش في المستشفى، ما بيكونوش متواجدين في المستشفى. وده للاسف برضه النقص في الرقابه من ناحيه وزاره الصحه، يعني المفروض يكون في رقابه ومتابعه لعمل المستشفيات. الطبيب مقيم، طالما مقيم يبقى يستقبل اي حاله موجوده عنده. يعني ده يرجع تقصير لمين؟ يعني تقصير طبعا من الوزاره، وزاره الصحه اكيد. وزاره الصحه اكيد طبعا، لان مفيش رقابه. بنناشد ان يبقى طبعا في رقابه على الموضوع ده. اكيد لازم يكون في رقابه على عمل الطبيب وعمل التمريض. مستشفى بركه السبع واويسنا. تمام لازم. بالاضافه لمستشفى اويسنا، مستشفى بركه السبع بينقصهم حاجات كتير جدا جدا. بينقصهم الامكانيات، يعني عندنا مثلا ممكن يبقى في غرفه عنايه مركزه واحده. يعني عندي حالات كتير. طرقة طيب والحضانات عدد بسيط جدا. حضرتك اجهزه الغسيل الكلوي محتاجين طبعا الاجهزه دي كلها تكون موجوده. تمام. معانا مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. نزلنا الشارع النهارده علشان نعرف راي الناس وطلباتهم من الاستاذ حاكم الحنتيري المرشح لمجلس النواب 2020 عن دائره اويسنا وبركه السبع. تعالوا بينا نشوف ايه متطلبات الناس منه وليه عايزين يرشحوه. شخصية محترمة وشخصية بتخدم الصغير قبل الكبير في البلد، ودي مش جديدة على حضرته، دي من صغره ومن قبل ما يترشح في البرنامج، وهو اصلا راجل بيخدم الصغير قبل الكبير. طلباتنا ما بطلبش منه حاجة، لأن هو راجل مش مقصر في طلبات البلد في حاجة، قبل ما يترشح في البرلمان أو بعد ما يترشح في البرلمان، يعني هو قبل البرلمان أصلاً بيخدم الصغير قبل الكبير، في كل حاجة. ده ما كانش عايز يترشح. إحنا بقالنا سنة ونص بنتحايل عليه. عشان الإعداد مجلس الشعب دي كان دائماً في قارة بناية الصناعة على طول. بقالنا 15 سنة بالظبط كده ماشي في البلد. كل اللي بيخش يخش عشان يطفش لا أكتر ولا أقل. خدوم جداً وراجل نظيف جداً وراجل محترم. وذو اخلاق عاليه وراجل دبلوماسي وراجل يستاهل كل خير وراجل محترم بامانه الله، وكلنا البلد كلها بتحبه وخدماته كتير على البلد وافضل كتير على البلد. كان هو راجل خدوم ما بيأثرش مع حد في اي حاجه، ولا كبير ولا صغير، بيرضي الله وكويس، واحنا نخدمه بحبه عنان. كويس وراجل محترم وما بيسيبناش، وكويس ما بيسيبش حد، وراجل كويس يعني وبيخدم البلد وبيخدم في كل حته مش هنا بس. والله العظيم من غير حاجه كان جاي لي سجن على قضيه بطاطس وطلعني منها من شبين ومن اويس. والله ورحمه ابويا وبنتي انا اخويا كان من غير حاجه. اللي عايزه في خدمه ما بيحسش نفسه عنه، هو المدام بتاعه. هو بصراحه راجل كويس، يعني ما بيسيبش حد بتاع، في مياتم موجود، في افراح موجود. هو مش محتاج منصب، يعني مش محتاج العضويه او الكلام ده، بس انا بقول يعني ان هو الشخص المناسب، وربنا يولي من يصلح. يعني قمه في الاحترام، وقمه في التعامل الانساني، وقمه في الاخلاق،
احنا عايزين برضو مصلحة البلد، المستشفيات، العنايات اللي في البلد اللي بقيناش خلاص عارفين الدنيا بقت فيها ايه. في مصالح كتير في البلد لازم تتعمل، مصالح عامة لازم تتعمل في البلد دي. وفي برضو مشكلة السواقين، عندنا مشكلة سواقين النقل برضو، دي مشكلة برضو عايزين برضو ايه مكلمينه فيها، ولازم برضو هو يحطوا فيها من سواء هم المرشحين كان ده ولا ده. الأستاذ حجر الحنتيري هو نمبر واحد، هو الحق، هو الديمقراطية، هو كل شيء. الأستاذ حكم الحنتير احنا كلنا كده بنطلب منه اي حاجة بيقضيها. بصراحة ربنا عمرنا ما رحنا له في حاجة وغبلنا ابدا، ربنا يصلح له الحال ويوفقه ويبقى هو ده المطلوب لنا للبلد، يخدمنا كلنا. ربنا معاك يا حاتم يا حنتير، ربنا معاك يا ريس، ربنا معاك بالتوفيق ان شاء الله، كلنا معاك والبلد معاك. وده كان رأي الناس في مركز دويسنا وبركة أستاب. كانت معكم أسماء فهمي من برنامج نحو الهدف على قناة التحول. يعني حضرتك احنا مبسوطين جدا جدا من ردود افعالهم، ويعني باين حبهم جدا لحضرتك، وعاوزين بقى رد من حضرتك يوضح لنا ازاي هتلبي الطلبات اللي الناس كانت بتسال فيها دي. انا قبل اي حاجه بصراحه انا في قمه السعاده ان انا شفت البرنامج ده او شفت التقرير ده بصراحه، وشفت رد فعل الناس وحب الناس ده فعلا عندي بالدنيا كلها، سواء ربنا وفقني في الانتخابات او لم اوفق انا ان شاء الله هكون عند حسن ظنهم. حضرتك محبوب جدا هناك. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. حب الناس ده فعلا كنز من كنوز ربنا فعلا، والله العظيم. يعني انا فعلا وجودي بين الناس ديت اهلي واهل بلدي بحس فيهم بالفخر وبالعزه، وجودي بينهم بحس فيه بالفخر فعلا، اهلي وبلدي وناسي، الدائره كلها مش بناس بس، اي حد بقابله من اويسنا او بركه السابع في اي قريه من القرى بحس بالفخر وانا واقف بتكلم معاه. طبيعه الريف عندنا او طبيعه احنا برضو محافظه المنوفيه فيها طابع الريف شويه، فبحس فعلا ان احنا قريبين من بعض، كلكم عارفين بعض طبعا، بنحب بعض باخلاص فعلا. كل الناس عارفه بعضها، بنحب بعض باخلاص، مفيش بدون مقابل وبدون رياء وبدون نفاق، احنا كلنا بنحب بعض وبدون مصالح، مش يعني مفيش مصلحه بيني وبينه، يعني بيتعامل معايا بدون مصلحه طالبها مني، او انا بتعامل معاه بدون عايز مش عايز منه حاجه، بس في حب. بحسن نيه. الحب ده حاجه كبيره جدا جدا ربنا انعم علينا بيها، وان شاء الله انا هكون عند حسن ظنهم وربنا يقدرني ارد كل جمايلهم وكل كلامهم الحلو ده، وهكون تحت امر الجميع باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بصراحه موضوع الكمامه بتحاصر شوارع بركه السبع، تمام، ده موضوع مهم جدا جدا. تمام. كنا عايزين حضرتك تعلق لنا على الموضوع وتقول لنا اقتراحاتك والحلول المناسبه ليها. مشكلة القمامة في مركز السبع فعلا مشكلة كبيرة جدا جدا، وعايزة حل جذري ليها. يعني منظومة النظافة فعلا في كل الوحدات المحلية بتشتغل فعلا، بس مش ملاحقين. يعني منظومة النظافة، عمال النظافة بيشتغلوا مثلا فترة من 8 ل 4 او من 8 ل 3، معرفش التوقيت بالظبط قد ايه، بس لازم على الاقل يكون في وردية تانية، وردية تانية دي تشتغل برضو معاها عشان تساعد. ما انا عندي النظافة من 8 ل 2 او من 8 ل 4، باجي بعد الساعة 4 في على الاقل قمامه وزباله مرميه في الشوارع دلوقتي، باجي الصبح العامل النظافه يجي يشيلها بيلاقي برضو زباله كتيره وموجوده. فلو في عمليه تواصل بين ورديات في منظومه النظافه هتبقى كويسه جدا جدا، مش هيبقى في قمامه في الشوارع. بالاضافه ان لازم عامل النظافه ياخد المقابل المادي المجزي لعمله، هو بيشتغل فعلا وهو ما يعتبرش، هو اساس حياتنا النظافه ديت، احنا عايشين عشان نكون عايشين في مكان نظيف. طيب استاذ حاكم معانا ابتسام من اويسنا. الو الو الو. الخط فصل. طب حاولي الاتصال بينا احنا مع حضرتك، كمل يا استاذ حاكم مع حضرتك. بقول لحضرتك منظومه النظافه بيندفع فيها اشتراك شهري من كل بيت او كل صاحب محل، بيدفع اشتراك شهري للوحدة المحلية. تمام. الاشتراك الشهري ده انا ممكن استغله ان انا اجيب عربيات تشيل الزبالة من الشوارع وتشيل القمامة من الشوارع، اعين ولو بالتعاقد عمال يشتغلوا في منظومة النظافة، يشتغلوا وردية تانية او وردية تالتة كمان مش مشكلة، المهم يكون عندي المنظومة دي متكاملة. منظومة متكاملة ازاي؟ بمعنى ان انا يكون عندي عربيات كافية تشيل القمامة،
وعمال موجودين في ورديه تانية او ثالثه يشتغلوا برضو يساعدونا في ان الشوارع تكون نظيفه عشان نعيش في بيئه كويسه بيئه نظيفه. دي اقتراحات حضرتك؟ دي اقتراحات ان شاء الله وباذن الله هنعمل عليها ونشتغل عليها باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب من سنه فاتت ظهر في اوزنا ازمه كبيره جدا وهي ان في قريتين ظهروا فيها تعابين، يعني حاجه اصلا احنا صدمنا منها. حصل فعلا حاجه ايوه ففي ناس كتيرة ماتت منها برضو. اي محدش من المسؤولين تجاوب معاه خالص. والله الظاهرة دي حصلت السنة اللي فاتت في الصيف. ايه حكاية الموضوع ده؟ انا عندي فضول اعرفه. الموضوع ده كان حصل في الصيف المرة اللي فاتت السنة اللي فاتت ظهور عدد من التعابين بكثرة جدا فعلا وادى الوفيات بعض الوفيات لبعض الاطفال والاشخاص في بعض القرى. طبعا كان في تجاوب من بعض المسؤولين في الدولة بس التجاوب جه متأخر شوية. كان حصل بعض الحالات الوفيات في القريتين اللي ظهر فيهم التعابين دي. طبعا احنا عايزين نعالج المشكله دي. نعالجها ازاي؟ يكون في احنا عاوزين حل قاطع ليها. ما لازم يكون في تنسيق بين وزاره الزراعه ووزاره الصحه. لان طبعا التعابين دي بتظهر فين؟ في الاحراش وفي الترع والمصارف. الترع وجود مثلا طلعت على البيوت ولا هي كانت في الشوارع؟ لا هي طلعت على البيوت. وطبعا في بعض الاخواننا الفلاحين والاطفال بيكونوا موجودين طبعاً في الشوارع او موجودين في الارض وبتاع. هنطلع مكالمه تليفونيه وهنرجع تاني لموضوعنا. معانا مداخله تليفونيه استاذ عبد الحليم من اوسنا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. اتفضل استاذ حاكم مع حضرتك. اتفضل. ازيك يا استاذ حاكم؟ اهلا وسهلا يا فندم. هم قالوا الاسم غلط بس حاكم معلش. عبد الحميد. عبد الحميد اهلا وسهلا استاذ حميد. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. هو من ضمن الحاجات اللي برضه بدك افكر حضرتك بيها انت اخ فاضل اولا، يعني انت عارف من الحاجات المشاريع اللي الريس قال عليها الفتره اللي فاتت تحليل الترع، عايزين يبقى اوسنا برج السبع برضه ليها يعني يتعمل يبقى في سرعه انجاز في الموضوع ده ان شاء الله. واحنا ايدينا في ايديك بقى ايه بالظبط؟ لو سمحت عفوا بس ده خاص بالري، مشروع خاص بالري خاص بالترع. تنظيف الترع حضرتك تقصد يا استاذ حميد؟ لا تاهيل الترع. تاهيل الترع زي الترع اللي بتتعمل عند الشيخ رمضان كده. تمام ايوه ايوه فندم ايوه. واحنا ايدينا في ايديك ان شاء الله نسعى في الموضوع ده وبحيث يبقى وسنا وبرك السبع تنال حظ وافد في الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. هنتعامل مع المشروع ده. انا عارف ان انت مجهوداتك ويعني ما انت متاخرش انا عارف. الله يخليك يا فندم. الله يخليك يا استاذ حاتم. ان شاء الله هيكون من ضمن الملفات الخاصه بينا طبعا. شكرا لاتصال حضرتك. الفلاح هو برضو من الأعمدة الأساسية في الدولة. احنا كنا دولة زراعية فترة كبيرة جدا جدا وما زلنا دولة زراعية بس للأسف أصبحنا بنستورد من أكبر دول العالم المستوردة للقمح. فاحنا لازم نعيد للزراعة وضعها الطبيعي تاني. إزاي؟ ممكن نطهر الترع زي ما الأستاذ اتكلم إن احنا برضو نجيب الترع ننظفها كويس بحيث المية اللي فيها ما تتسربش للأرض. بنعمل تبطين للترعة. التبطين الترع عبارة عن بنحط فيها زي الحجارة بحيث المية ما تترشحش في الأرض وتتشرب في الأرض. أستفيد فيها بالري. ففي دماغي حاجات كتير جدا جدا وفي مشاكل للفلاحين مع وزارة الزراعة وفي مشاكل مع الجمعيات الزراعية مع الوزارة نفسها. المشكلة القائمة بين الفلاح والجمعية الزراعية هي مشكلة مثلا الأسمدة، الكيماوي، الري، الحاجات دي كلها لازم تتوفر له عن طريق الجمعية الزراعية تابعة لوزارة الزراعة طبعا. تمام؟ عشان يقدر يديني المنتج الصح الزراعي اللي اعيش بيه عشان اقدر يبقى قوتي من عندي بالزبط. ما اجيبش ما استوردش من بره قمح يبقى انا صاحب القرار في حياتي. ايوه واخد بال حضرتك؟ والله مشكلة الزراعة مشكلة كبيرة جدا جدا ولازم نعمل على حلها. وبوعد الأستاذ عبد الحميد برضو إن شاء الله إن احنا نكون دايرة أوسنا ودايرة بركة السبع أو دايرة بركة السبع وأوسنا هتكون إن شاء الله في المرحلة الجاية على احسن مستوى باذن الله. طيب تمام. معانا محمد من المنوفيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضل استاذ حاكم معاك. اهلا بيك يا استاذ حاكم. انا النهارده ما كنتش اعرف ان هو طالع بالصدفه على الصفحه بتاعته على الفيسبوك وحبيت ان انا اتواصل معاه. هو يمكن ما يعرفنيش شخصيا بس انا اتعاملت معاه. كان والدي معايا كان من فتره كبيره جدا كان شغال في بركه السبع في محكمه بركه السبع. صادفني في مره عمري ما انسى الموقف ده. خلص لنا الموضوع
يعني عايز اقول لك ان هو راجل خدوم جدا، قابلنا من على المكتب وقام عشان يخلص الحاجه ديت على طول. فانا من الناس اللي مبسوط جدا ان الاستاذ حاكم ده داخل، هو دايره اوسنا وبركه السبع، بس انا جيت له قبل كده برضه في نيابه اوسنا، والراجل ده ما بيتاخرش على اي خدمه خالص الصراحه يعني. تمام. انت يمكن انت التكنيشن استاذ حاكم، انا محمد عزت ان شاء الله باذن الله هجي لك في مره باذن الله المقر عندك، واجيب مجموعه من الشباب، لانهم هم فعلا دخلوا عندك على الصفحه وشافوا الكلام بتاعك عامل ازاي، والشباب مجموعه الشباب اللي بتخش عندك بيتكلموا ازاي. شكرا. احنا عايزين نقول لك ان احنا مبسوطين جدا، وعالي بركه السبع وشبابها الناس الواعيه اللي بتفهم صح ان الناس واحد زي حضرتك دارس قانون، فاهم يعني ايه مجلس نواب، وفاهم يعني ايه يحل المشكله صح، والمشكله دي ازاي تتحل. انا يعني من الناس المبسوطه جدا انك ان شاء الله تترشح للمترشح وداخل في الانتخابات ان شاء الله. شكرا يا استاذ محمد، شكرا حبيبي. شكرا لاتصال حضرتك، احنا شايفين حب الناس لحضرتك كبير. الله يخليك. برضه تعقيبا على كلمه الاستاذ محمد، بالنسبه لل مهمة النائب أو عضو مجلس النواب هي مهمة تشريعية في الأساس. طبعا. تعديل قوانين، تعديل الدستور، إشرافة على عمل الحكومة. أضيفت ليها في الفترة الأخيرة اللي هي بقت النائب الخدمي. اللي هو بيقدم الخدمة للشعب أو لأهل دايرته. واضح حضرتك؟ فكان المهمة دي أساسا من زمان جدا معروفة إن هو النائب الخدمي. عبارة عن ايه النائب الخدمي؟ يعني انا ممكن احيانا، انا عن نفسي ممكن احيانا ما اعرفش، انا بدي مثال مثلا، ما اعرفش اقابل المحافظ في مشكلة، عضو مجلس النواب بتاعي اللي انا انتخبته لازم يكون قريب مني، يوصل مشكلتي او يوصل طلبي للمحافظ. ففي احيانا بعض اعضاء مجلس الشعب او بعض اعضاء مجلس النواب ياخد الطلب مني يوديه مثلا للسلطة التنفيذية، عبارة عن طلب بيديله اكل شيء بتاعه يوصله وياخده بعد اسبوع او اتنين ويرجعه. في بعض اعضاء مجلس النواب عندهم كاريزما وعندهم قبول عند السلطه التنفيذيه، بيتعامل معاه بطريقه شيك ونظيفه، ياخد منه الطلب يقراه كويس، يعرضه بطريقه كويسه، ياخد منه التاشيره الصح اللي تناسب صاحب الطلب او تناسب صاحب الشأن. فان شاء الله هنكون عند حسن ظن الجميع، وهنكون تحت امر الجميع باذن الله. باذن الله. هو في مداخلات كتيره جدا معانا. احمد من المنوفيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ حاكم؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. استاذ حاكم مع حضرتك. الحمد لله. اخبارك يا استاذ حاكم؟ الحمد لله يا فندم. معاك احمد من اوسنا. اهلا وسهلا. احنا بنحبك جدا يا استاذ حاكم والله، وداعمين ليك سواء معانا في المجلس ان شاء الله او بره المجلس. يكفي خدماتك معانا طول الفتره اللي فاتت وطول فهم. حياتك انت برضه خدماتك مغرقه الكره بتاعتك كلها. الله يخليك يا فندم. وباذن الله نشوفك ان شاء الله في المجلس، وهنشرفك ان شاء الله في المقر. احنا برضه مجموعه من الشباب ان شاء الله. شرفوني يا فندم. عشان ناس كتير برضه حابه تتعرف على حضرتك، وعايزه تشوف انجازاتك برضه معانا في الفتره اللي جايه. تحت امر الكل وتحت امرك يا فندم، وشرف ليا كلامكم ده كله على دماغي وعلى راسي بصراحه، وانا بكون فخور وسعيد جدا بكلامكم ده، وده بيزيدني حماس اكتر ان انا ادي الخدمات لكم. شكرا لاتصال حضرتك معانا، شكرا لمداخلتك معانا. واضح من كل المداخلات ان حضرتك محبوب جدا من الشباب. الحمد لله. ازاي بتحاول انك تتجاوب مع متطلباتهم؟ الشباب، انا قلت زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الشباب هم عماد المستقبل، عماد الوطن ومستقبل الوطن. واخد بالك؟ فانا لازم نكون قريبين منهم، نشوف طلباتهم كلها ونلبي طلباتهم، يعني مش هنتاخر عنهم. الشباب دول ولادنا احنا. طبعا كل المشاريع اللي الدوله بتقوم عليها حاليا مشاريع مستقبليه، انا عن نفسي انا يمكن ما الحقهاش، انا 60 سنه خلاص اهوت، ممكن ما الحقش استفيد من وراها. ان شاء الله. الله يخليك يا فندم. فالكل الدولة قائمة حاليا على المشاريع اللي هتفيد الشباب في المستقبل المرحلة الجاية. وان شاء الله احنا مع الشباب في اي شيء بيطلبوه طالما مش مشروع وقانوني، حاجة لا تخالف القانون ولا تخالف الشرع، انا معاهم للنهاية ان شاء الله. ان شاء الله. معانا فريدة من المنوفية. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ايوه، ازي حضرتك يا استاذ حاكم؟ اهلا وسهلا يا فندم. ايوه، انا من اوسنا منوفيه، انا عارفه حضرتك بس مش معرفه شخصيه. بس بسمع حضرتك كل خير دايما، وانك راجل خدوم جدا بصراحه. الله يخليك يا فندم. ما اتشرفتش بحضرتك قبل كده في مقابله شخصيه، بس ان شاء الله ناوي اجي لك المقر باذن الله. تشرفيني يا فندم. انا بسمع عن خدمات حضرتك دايما، وانك راجل خدوم جدا. الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك.
تشرفيني في ربنا يخليكوا بالتوفيق ان شاء الله. وحضرتك بجد بعيدا عن البرلمان خالص، انت حد مش محتاج للكرسي ده بيئه وغيره، حضرتك ما شاء الله يعني سيرتك الطيبه مغرقه وسنا. الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك يا فندم بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك يا فندم، شكرا يا فندم. شكرا استاذه فريده باتصالك. وطبعا انتوا المراه نصف المجتمع. طبعا طبعا ما بقاش نصف المجتمع، بقت كل المجتمع دلوقتي حاليا. فانا بقول يعني المراه بالناس، احنا عارفين انها تخصص 50 مقعد. تمام يا فندم. ايوه للمراه. ايوه هي في كوته خاصه بالمراه، واحنا هنطالب بقى بالمساواه بالمراه، احنا هنطالب بالمساواه بالمراه. فبقول لحضرتك يعني ان المراه برضو من ضمن اولويات العمل اللي انا هقوم عليها ان شاء الله، ملف المراه في كل المجالات، مش ملف المراه المعيله بس. لا مش كل، لا مش المعيله بس، لا في كل المجالات المراه لازم تاخد حقها كامل في المجتمع، لان المراه طبعا عليها دور كبير جدا جدا. يعني الراجل بيطلع شغله يشوف يشوف مثلا مصلحته بره، يخلص مصلحته وسايب ورامي العبء كله على انا عن نفسي كده برضو، يعني المدام عندي هي اللي ربت اولادي وهي اللي كانت مهتمه بالتعليم ومهتمه بالصحه ومهتمه بكل شيء. فالمراه عليها عامل كبير جدا جدا في المجتمع حاليا. انا بشجع حضرتك طبعا، كلنا معايا يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ومعانا مداخله تليفونيه، ابتسام من المنوفيه. الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. النبي انا ليا دم في رقبه الاستاذ حاكم، هو له دم في رقبته. استاذ حاكم مع حضرتك، اتفضلي. الله يخليك يا فندم، مأمور يا فندم. لان هو خدمني انا وبنتي، بنتي كان لها مشكله تحت امرك، كان عندها مشكله وكان واحد يتعدى عليها ممكن توطي. وقف جنبي وعمل المأذون، ادى دفع المأذون للراجل. حضرتك وطي صوت التلفزيون بس. وطي يا بنت التلفزيون، وطي التلفزيون. انت يا حبيبتي انا بنتي كانت واقعه في مشكله مع واحد حضرتك كان اعتدى عليها. قولي طلبات حضرتك. هو استاذ حاكم مع حضرتك، قولي طلباتك. هو واحد كان اعتدى على بنتي، وهو اللي جاب المأذون ودفع المأذون من جيبه ووقف جنبي وكتب لها قايمه، فهو دينه في رقبتي. رقبتي اليوم الدين وبدعي له ربنا ينصره على من يعديه. العفو استكم. وربنا يبارك فيه ويخلي له عياله يا رب، وينصره ويشفيه ويبارك فيه. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. يا رب يخليك وينصرك على من يعديك، واحنا معاك. انا هاخد ولادي وجوزي في البيت عاجز، انا هاخده ونروح بعربيه ونوديه لحد اللجنه والله. الله يخليك. لان انا رقبتي ليك. تحت امرك يا فندم، لا تحت امرك. تحت امرك. شكرا جدا لحضرتك، شكرا لحضرتك. استاذ حاكم كنا عايزين بس نعرف من حضرتك الحاجه الايجابيه اللي حضرتك هتقدمها لاهالي دايرتك، ايه الاضافه؟ الاضافه ان انا عايز اقول ان يعني ايه، احنا عايزين نرتقي بالمجتمع بتاعنا شويه. ولو في اي خلافات بين بعض العائلات وبعض الاشخاص بعضهم وبعض، لازم نصفي الخلافات دي، لازم نرجع للمجتمع الطبيعه اللي احنا كنا عايشين فيها زمان. مفيش خلافات ومفيش مشاحنات ومفيش كره ومفيش حقد. حاليا في بعض الحاجات، في يعني بص تلاقي بعض الاشخاص حاقدين وكارهين لاي حد ناجح. واخد بال حضرتك؟ بالظبط. ايوه فلازم نصفي نفوسنا. وديت مبادره انا بطلبها وبطالب بيها من خلال برنامج بتاعكم، ان احنا لازم نكون مجتمع راقي شويه. يعني انا مش هزعل لو واحد ربنا كرمه واداله رزق زياده، مش هينقص من رزقي. ربنا اداله منصب حلو، مش هزعل لان ربنا قسم له المكانه ديت ونصيب له الرزق ده. فعايزين نشيل وننزع الحقد والغل من قلوبنا شويه، ونصفي نفوسنا ونبقى حلوين مع بعض. نتمنى المجتمع يرجع لطبيعته الريفيه بتاع زمان، الناس بتحب بعضها وفي خير بيننا وبين بعض ان شاء الله. ان شاء الله باذن طب الله. طب في مشكله الطرق اللي مش مرصوفه. تمام. طوروا كتير جدا جدا من الطرق، بس الطرق اللي مش متشافه. في الطرق اللي هي واصله بين بعض القرى وبعض، يعني في قريتين مثلا في طريق واصل بينهم وبين بعض، كان خد رصف مثلا من فتره زمان، من فتره قديمه، واهمل في المتابعه والاشراف عليه تاني، فاصبح متكسر، ما ينفعش، مش غير ممهد، ما ينفعش حد يمشي عليه. فلازم ننظر للطرق ديت نظره واقعيه شويه، ونحاول ان احنا على الاقل نعيد رصفها من جديد وتوسعتها، لان طبعا في بعض الطرق بين الاراضي الزراعيه احيانا بيتم يعني الطريق بيتاخد منه جزء من هنا وجزء من هنا، فالطريق بيضيق.
واخد بال حضرتك؟ بالظبط. فان شاء الله مثلا طريق مثلا بين قريه وقريه او بين قريه ومدينه في الارض الزراعيه لازم نوسعه، يعتبر طريق فرعي ومطوره كتير من الطرق. ايوه تمام تمام يا فندم. ويبقى عليه اضاءه ويبقى عليه اناره كويسه بحيث ان هو على الاقل يبقى امن ان الواحد يمشي عليه بالليل. فدي في دماغنا برضو ان احنا هنطور الطرق وهنحاول نعيد رصفها من جديد باذن الله عشان تكون وسيله سهله للانتقال بين قريه وقريه او بين قريه والمدينه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم باذن طب الله. نرجع لمشكله موضوع التعبان اللي حضرتك موضوع التعبان انا قلت كان الموضوع ده كان انتشر فعلا زي ما حضرتك عرفتي بيه، وطبعا ده عايز تنسيق من وزاره الزراعه ووزاره الصحه لمواجهه الازمه اللي كانت حصلت ديت عشان ما تتكررش تاني، ان طبعا كان في عندنا ضحايا نتيجه لدغ التعابين. فاحنا هنحاول ان يكون في تنسيق ما بين الوزارتين الاثنين للعمل على القضاء على هذه الظاهره، وان شاء الله ربنا يقدرنا ويوفقنا وحتى لو بالجهود الذاتيه. طب هو لسه موجود لحد دلوقتي؟ لا حاليا الحمد لله خلاص انقضت، بس احنا خوفا من انها تتكرر تاني بنحاول. طب ايه سبب ظهورها؟ نعم يا فندم؟ سبب ظهورها؟ سبب ظهورها ان كانت طبعا كان فتره الصيف، كان صيف الحراره عاليه شويه وطبعا في الترع والمصارف فيها احراش كتير وفيها غاب كتير وفيها بوص وحاجات كتير ديت اللي بتنمو فيها التعابين. فمع ارتفاع درجه الحراره التعابين بدات تطلع على بره على الشط بره، في وجود الفلاحين اخواتنا الفلاحين والاطفال الصغيرين بدات الايه تظهر الظاهره شويه، وايه وكان في بعض الاطفال حصل لهم لدغ من التعابين وتوفوا، وبعض السيدات وبعض الرجال الكبار. فاحنا عايشين برضو خوفا من ان الظاهره دي تتكرر، لازم ناخد احتياطنا من دلوقتي ان احنا نحط المواد السامه الخاصه بالقضاء على التعابين، وان شاء الله ربنا يسهل الحال انا هكون موجود على راس فريق العمل الموجود لمواجهه الظاهره دي. طب تمام، احنا عندنا ملف البطاله ملف مهم جدا خصوصا للشباب. تمام. ايه تعليق حضرتك عليه؟ البطاله بالنسبه للشباب طبعا دي ظاهره موجوده على مستوى العالم كله طبعا، مش في مصر بس. بس احنا ممكن نعمل يعني ايه مبادره اللي هي المشاريع الصغيره. الشاب الشاب خد مثلا المؤهل بتاعه، حصل المؤهل بتاعه، بدل ما يقعد على القهوه بدل ما يعمل اي حاجه يشوف مشروع صغير، واحنا الدوله بتنمي او بتدي قروض للمشاريع الصغيره ديت، قروض ميسره جدا وبفايده بسيطه وبامد طويل. يعني بيبقى تمويل؟ تمويل تمويل دمين. يعني بياخد فتره اعفاء في الاول على الاقل 5 سنين لحد المشروع ما يقف على رجليه، والفايده بسيطه جدا جدا. فمش عيب ان الواحد يشتغل في اي حاجه. طبعا مش عيب، احسن من القعده بس احسن ما امشي في اي طريق. أيوه. تمام يا فندم. فانا بقول ان الشباب اللي عشان نواجه البطاله ديت، كل شاب في دماغه مشروع معين بيعمل دراسه جدوى، بيطلع على البنوك اللي هي البنوك الدوله، او في بنوك اللي هي بنوك التنميه، او بنوك اللي هي زي البنوك الاهليه بتدي قروض ميسره لتنميه المشاريع دي. واي حاجه اي عقبه واقفه قدام اي شاب انا هكون معاه عشان تسهيلا وتيسيرا للعمل. وان شاء الله باذن الله نقضي على البطاله، مش هنقضي عليها طبعا 100% لان دي الظاهره موجوده حتى في كل دول العالم. نحاول نقلل منها شويه، نحاول نحد منها شويه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. الله يخليك. في مجموعه صور هتتعرض معانا على الشاشه. حب الشباب لحضرتك، وقول لنا ازاي حضرتك هتتواصل مع اهالي شباب القريه. تمام يا فندم، شوفهم. اتفضل. الصور على الهواء مع حضرتك. علق لنا حضرتك ازاي هتتواصل. كان مؤتمر في قريه كفر الشيخ ابراهيم، وكان في ترحاب جامد من اهالي القريه، وديت في اعلان ترشحي لانتخابات مجلس النواب. لقيت تعاد كبير جدا من اهالي القريه بولي، ودي بعض الدعايه الخاصه بالترشيحات. انا واخد رمز الساعه، ساعه اليد رقم 13. وازاي هيكون في تواصل بين حضرتك وبين اهالي شباب القريه بعد كده ان شاء الله؟ انا مقري مفتوح وبيتي مفتوح، وتليفوني تخيلي تليفوني موجود مع الرقم بتاعي، الرقمين الاثنين بتوعي موجودين مع كل شباب القريه وكل اهل القريه. وكره ثانيه برضه. وكره ثانيه طبيعي، يعني انا بقول لحضرتك احيانا بيتصل على بيجيلي مكالمات من بالليل مثلا الساعه 2 بالليل 3 بالليل، ارقام ما مش مسجله عندي، برد عليه خير، يقول لي انا فلان مثلا من قريه كذا وعندي مشكله كذا، ممكن انزل اتواصل معاه لو مشكله في مستشفى. يعني كان عندي قريب في مؤتمر في البلد، مؤتمر اللي هو الاعلان الترشيح ده، وحصلت حاله وفاه. تمام. اتصلوا عليا وكانت حاله وفاه في المستشفى، رحت معاهم وانجزت التصريح الدفن، ورحت معاهم المركز ووصلنا للنيابه وخدنا التصريح وكل حاجه. فديت طبعا لازم التواجد بين الرجل الخدمه العامه
اللي هو موجود لخدمة أهل الدايرة، الراجل ده لازم يكون متواجد في كل وقت وفي كل مكان، والخدمة للدايرة كلها مش قريته بس. أنا عن بركة السبع بكل قراها وعن أوسنا بكل قراها، وهكون متواجد بإذن الله ومش هتأخر عن حد. تليفوني موجود ومعروف عند كل الناس في أي وقت، موجود بيتي مفتوح ومقري مفتوح، وأحيانا أنا بمعظم الأوقات كمان بقعد على كافيه كده في البلد في القهوة عشان أكون قريب من الناس كمان. أشكر حضرتك أستاذ حاتم، الوقت دهمنا جدا، يا رب الحلقة تكون نالت أعجاب حضراتكم. اتفضلينا. وخلونا نختم الحلقة برسالة مهمة جدا جدا أستاذ حاكم الحنتيري هيوجهها لأهل دايرته. موعدهم إن شاء الله قدامكم وعلى الهوى هوت، إن أنا هكون خادم للجميع سواء في البرلمان أو بره البرلمان. ونفسي في حاجة برضو، معلش، المحاسبة أول بأول. إن ربنا وفقني وكان ليا نصيب إن أنا أنجح، لو قصرت في خدمة أو قصرت في طلب المحاسبة أول بأول. إحنا كنا بنقع في أخطاء قبل كده قديمة شوية، إن إحنا بنحاسب عضو البرلمان لما يجي يبدأ الترشيح من جديد بعد الخمس سنين، بنقوله أنت عملت لنا إيه. لا، المحاسبة أول بأول بترجع العضو البرلمان لرشده تاني عشان يرجع لصوابه ويكون متواجد للناس على طول بصفة مستمرة بإذن الله. إن شاء الله. تمام يا فندم.